مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 في حادث انقلاب ميكروباص بالدائري الملك. خبر بيقول لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الدائري في نطاق منطقة المرج. أدى ذلك لظهور كثافات مرورية، وانتقلت أوناش المرور ورفعوا حطام الحادث، فتم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى. لقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغ من الخدمات المعنية بالطريق الدائري في منطقة المرج بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور للمكان لتسهيل حركة السيارات.